الاستكبار العالمي والثالوث المشؤوم بدماء شهدائها. وعلينا ايضا ان نفكر بطريق اخر الى الشهاده. هذه المره ليس بهجوم ولا باغتيال، بل بموقف عقائدي واصرار عليه الى اخر النفس. علينا ان نكسر شوكه الاعداء بصلاتنا المليونيه في الشوارع والمساجد والحسينيات. السلام على محمد باقي رسول الله، السلام على العلويه الطاهره، السلام على السيد ام الصدر، السلام عليكم يا اهل الصدر اينما كنتم في اي ارض نزلتم، فانتم والله فخر العراق فيها. جنوب جنوب الان بدر الدين مولد جاءنا ليها. امرار صدري عليا، قال احكمي، قال ما عصوتم، قال اذا قوم المسكين حتى وصل القران، قال اذا عبد الملك مشوكا يتمنى بمن الكريم ويأتي. قال محمد الرايه التي طال الانتظار، الراية التي طال انتظار حاملها ليستلم الركب الكفن، حملة الأكفان.